أنا حنان دشتي، خبيرة تجميل كويتية، أول وحدة في الشرق الأوسط سوت ماركة باسمها، وعندي 3 صالونات، واليوم أنا عندي براند مانجر مثل الأمر هند. هند شو تقولين؟ هاي حنان، أنا اللي بقوله إنه الميك اب مش لك اليوم، بس أنا أقول الميك اب عندي تقدرين تحطينه كل يوم، لأن حطيت لك فيه حتى عناية بالبشرة. هند، أبيك الحين اليوم كذي بما إنك براند مانجر تقولي لي شو اللي عجبك بحنان دشتي. يعني حنان دشتي معروفة 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 أكتر شيء الفاونديشن، نقة القوي، يعني داست على الوتر مثل ما يقولون. قولي لنا. أنا سويت هالفاونديشن تحدي حق البراندات كلها، لأن أنا أدري كل البراندات كلها مهما كبر اسمها بعد 4 ساعات تخون فيك، تروح يمين تروح شمال تشولح، بس هذا لا، هذا مخلص للبنت الخليجية. حنان دشتي فاونديشن افتخر فيه. يعني حنان، إذا قلت لك أعطيني ميزتين توب تو بهالفاونديشن شو بيكونوا؟ على قولتكم انتم بضايين، يعني طول معاك، وفول كفر، وهذا أهم شيء. فول كفر؟ فول كفر، يعني مثلا واحدة عندها سكارز، عندها ديسكولوريشن، عندها كل هالقصص، يعني بيخبي السواد تحت العين، سواد حوالين الشفايف، وبعد عندنا مشكلة ثانية المسامات بالجو الحار، هم هو بيرفكت حق المسامات والإحمرار بعد على حسب درجة، احنا مسوين كذا درجة. في بشرة معينة بيلبق لها أكثر من وحدة تانية؟ لا 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 لا، هذا بطل، هذا بطل ينقذ الكل. واللي بيقولوا لك سميك كيف بيستعملوه على خفيف؟ إذا قلتي لي سميك أقول لك حطيه، وحطي شوية عليه أي مرطب من اللي عندك ترتاحي له، وتشوفي ايش كثر يطلع معاك شيء من خلطتك، وكانك انت تصنعين فاونديشن من اول جديد حق النهار. يعني نحن بنصنع السمك تبعه او خفيته على حسب انت شو حابه اليوم تاخذ، تسوين خفيف، تسوين ثقيل، تسوين وسط. هذا فاونديشن حنان دشتي ووتر بروف. الحين وقت الصيف، تدري احنا شنو اكثر شيء يزعجنا؟ حمام السباحه اكيد، وقت انطب من المي ويسيح الميك اب. تخيلي، بس هذا ثابت تماما، وايد حلو، وانت جربتيه على ايدك حطيتيه تحت المي. كمان فول كفر؟ ايه فول كفر، يعني مع شوي اس بي اف. سبحي وانتي جميلة. عن جد. على طاري حمام السباحة والبحر، هذا اللي عم بيلمع عندك هونيك شو؟ هذه الايس باج، جنطة تحافظ تخيلي على كل اغراض البحر، لأن ببحر الشمس وايد حارة، شمس الكويت. ايه شمس الكويت، حتى شمس برا بس شمس الكويت. هذه ثلاجة كويتية، فيها شوفي فيها 3 قطع تحافظ لك على الحليب مال الامهات، ابر، الانسولين، وايد ناس استخدموها استخدامات متعدده. فيها للبحر بالميك اب، فيها 3 قطع هذا اللي يطلعون من الفريزر، ولهم اماكنهم تحطينهم، وتحطين اغراضاتك اللي تبينها على اساس تليفون، التاني، كل شيء اللي ممكن قاعد يخترب بالحراره معاك بالكويت تقدرين تحطينه داخل هالجنطه. والله هي بيرفكت لبحر، لجزيره، وشكلها كيوت، وتحافظ لك على كل الاشياء. وايد مكياجات عندنا اختربت بسبب الحراره، فهذه بيرفكت حق هالشيء اكيد. فانت كيف طلعت بفكرتها؟ كيف فكرت؟ لان لازم انا اخدم البنيه الخليجيه، او اشوف شنو معاناه البنت الخليجيه مع الميك اب، هذا اقل شيء افكر فيه جونا الحار والثلاجه. الفكره كثير يعني غريبه، ما بحس حدا فكر فيها. فكره كويتيه، فكره حنان. المفروض اخذ براءه اختراع. طب حنان، شو كمان تحب تخبرينا؟ شو تحب تفرجينا؟ جايبين لكم هذه اللي هي حطوها البنات اكثر بلوجرز، الوان كذي تستخدمينها افري داي، وفيها تريكس بالالوان اللي تخليك تعرفين شلون تدمجين كخبيره تجميل. شو اكثر الوان انت بتحبيها من هالباليت؟ احب الاورنج مع الموف، احب هذيل وايد، احب ادمجهم. اي احب الالوان، صارت الحين وايد الجريئه دارجه غير عن قبل، وايد صرنا في الالوان. شوفي هذا بعد، هذا اضاءات حنان دشتي، وايد الوان جريئه والوان ما تطلع على البال، بس استخداماتها روعه. شو افضل 5 الوان اللي بتستعملون اكثر شيء من هالباليت؟ الذهبي، البيربل، هذا ساحر جدا. ما اقدر اقول لك ما احب ولا لون، انا اللي حطيتهم، انا اللي صنعتهم، فانا اعرف حق كل لون يعني قصه وطريقه. شو الميزه انه انت بتصنع البرودكت؟ الميزه لما البنت هي اللي تصنع وتعرف كل شيء يختص بالمكونات والالوان، تعرف شلون تلحق الموضه، بنفس الوقت تعرف شلون تنقذ البنت الخليجيه. احنا لنا ستايل معين، لنا مكياج بارز نحبه، لنا طله مختلفه عن البنت الاوروبيه، فلازم تكونين يعني مواكبه للفاشن، وبنفس الوقت لك عندك خطه بالعين تبين انك خليجيه، يعني الهويه تبين. ايوه تبين الهويه بالضبط. انا اللي بعرفه انه اكثر شيء من اكثر شيء بس سلرز
هن الرموش. ايه بس في شيء كمان لاحظوا الاسامي، فشو سر الرموش؟ شو سر الاسامي؟ وايد رموش، وايد انواع، وايد اشكال. المينك طبعا، المينك عندنا محلوق لان انا ما احب احد يعذب الحيوان، وسويت بلاستيك. لما سويت بلاستيك اول مره نجح نور، نور على اسم بنتي، ما ادري ليش هالبنت مرزقه، لان ثاني رمش اسميه باسمها الدلع اللي هو نوشة هم بسلر. طبعا لازم تعرفون ان الاسم المحظوظ حنان، فهذيل الثلاث اسامي اكيد والله العظيم هذيل طلعوا بالصدفه، مع ان احنا تعبانين على كل الاسماء بس هذيل اللي طلعوا معنا. اذا بدك تنقي your favorite ones لمثلا الايام العاديه او للمناسبات، شو هن اللي بتفضليهم؟ حقي انا شخصيا وايد 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 اشياء حلوه، كل مره البس شيء اكتشف انه في اشياء حلوه. بس راح تستغربين، حنان وسوهانه، انا استعمل حنان وفوقها سوهانه لان البلاستيك وايد خفيفه، اخف من البنك، وسوهانه لانه وايد تعطي بروز حق عيني. فتحط اثنين فوق بعض؟ ايه ابي لعبتها احلى شيء. كم مره في الواحد يلبس الرموش؟ 30 مره اذا حافظت عليهم. اه واذا ما حافظت عليهم عادي تنتن خلص. طيب في شغله مخبينا تحت. ايه وبديك تحكي عن، يلا. انا شغلتين، اول شيء ستريتنر والكيرلينج ايرون. هذا سويناه هند حق البنات اللي مثلا شعرهم كيرلي وحابه انه تسوي ستريت، لان الستريت شكله وايد يصغر العمر، فمهم حتى مهما كان الكيرلي حلو الستريت مهم. فمشكلتهم ساعات انه بالرطوبه او شيء، فسويت لهم شغله صغيره حق داخل الشنطه، وما شاء الله انباعت وايد بالكويت وبالسعوديه زين. وهذا الشيء اللي هو عكسه اللي هو الكيرلي على حلقات، هذا بعد وايد سهل استخدام عادي واستخدام صالون، بس أمانة أنا بنتي تستخدمه حق الجامعة بأمريكا، وايد عملي وايد كيرلي حلو. بما أنك أنت انضميتي حقنا كبراند مانيجر، وما شاء الله ما شاء الله قاعد يصير بيني وبينها يعني باصات، نقول بالكويتي إيش كثر عندها تريك بالميك اب، أتوقع وجودها راح يأثر وايد على هندشتي، راح تشوفون هالماركة عالمية قريبا. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. ليش لا؟ بدي أشكرك لأن أول شيء عرفتيني أنا زيادة، وعرفتي على المشاهدين زيادة عن البراند، وإن شاء الله إن شاء الله البوتنشل رح يكون كتير حلو لقدام، وما رح يعني أقول عن الأسرار اللي شو عم نشتغل، بس الكل رح يشوف. وبست أوف لك. عشان تحافظين على بشرة حلوة ولين تكبرين تكونين بشباب دائم، اكلي خضرة وايد. أنا لاحظ وايد بنات ما يأكلون خضرة، أنا أموت على شيء اسمه خضرة، وأشرب ماء عدل، وأحاول أحافظ على شبابي. هذا شيء غير الميك اب طبعاً.